واصلت أسعار النفط ارتفاعها لتصل في أولى تداولات الأسبوع الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الأول للعام 2019، حيث تجاوز الخام الأمريكي 60 دولارا وبرنت 63 دولارا للبرميل، فيما سجلت معدلات أسعار المشتقات ارتفاعا كبيرا قارب 6% في الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع الأول من هذا الشهر، وتاليا معدلات أسعار نفط برنت والمشتقات بحسب ما أعلنتها وزارة الطاقة.